من وقت للتاني بنسمع عن مستريح جديد بيظهر على الساحة وبياخد مبلغ محترم على الناس وفي الآخر يخلع منهم، ودي مش حاجة جديدة وتعودنا إن احنا نسمعها دايما، لكن الجديد في اللي عمله واحد من كبار رجال الأعمال في مصر اللي هو متهم بخداع المصريين في مليار جنيه مرة واحدة، والدنيا لحد دلوقتي مقلوبة عليه. فيا ترى مين رجل الأعمال ده، وهل فعلا نصب على الناس، ولا الحكاية فيها معلومات تانية مستخبية؟ طيب المليار جنيه راحوا فين واللي سموه ملك الطحالب؟ كل ده وأكتر هتعرفوا معايا في الفيديو ده. أنا آيل وليلي، كمل معايا الفيديو للآخر علشان تعرف كل التفاصيل. الحقونا يا حكومة، شقى عمرنا ضاع وملك الطحالب لهف مننا مليار جنيه وخلع. فيا ترى ايه اللي حصل؟ الشخص ده اسمه حاتم الكومي واتشهر باسم ملك الطحالب. ده رجل اعمال وصاحب مجموعه شركات اتقبض عليه خلال الساعات الاخيره بتهمه توظيف الاموال والاستيلاء على اموال المواطنين باكثر من مليار جنيه، وده بحجه توظيفهم في مشروعات زراعه الطحالب وتربيه الاغنام ومزارع الجمبري مقابل عائد سنوي بيوصل ل 40%، لكن قوات الامن قدرت انها تقبض عليه قبل ما يهرب بره البلد. علشان كده محكمة القاهرة الاقتصادية حكمت بمنع المتهم حاتم الكومي من إدارة أمواله وتعيين لجنة من جهاز تصفية الحراسات التابعة لوزارة المالية لإدارتها. دلوقتي التحقيقات شغالة معاه والنيابة جددت له حبس احتياطي لمدة 45 يوم، بس على فكرة العقوبة في الاتهامات الموجهة ليه هتوصل ل 15 سنة سجن بتهمة توظيف الأموال. وكل التفاصيل دي قالها المحامي وليد الفولي محامي المجني عليه. وحسب موقع فيو، بداية أزمة حاتم الكومي كانت في شهر يونيو اللي فات، وده لما عجز عن سداد الأرباح لعدد من المساهمين واللي عددهم وصل ل 3500 مستثمر كانوا بيساهموا في مشروعات مجموعته. وقتها بقى مواقع التواصل الاجتماعي اتقلبت وما كانش ليهم كلام غير عالي. لكن لما حاتم الكومي اتواجه بكل الاتهامات دي قال اللي حصل كان غلطة حسابات مش أكتر، وأسعار الخدمات زادت وده اللي خلى الموازنة مش مظبوطة وأدى لتعثر، لكن مفيش أي نية للنصب. قال أنا واحد من كتير بيحصل لهم تعثر مادي وبقالي سنين شغال مفيش محضر واحد ضدي، برغم إني ما هربتش من الأزمة المالية دي، بالعكس واجهت المستثمرين بالوضع وحطينا حجر أساس للحل، وده قبل ما يقدموا البلاغات من أسبوعين، ووافقت عليه كمان وكان في عقود بالحلول دي علشان أقدر أسدد الالتزامات المالية، لكني فوجئت بعدد البلاغات المقدمة ضدي. لكن يا ترى بداية حاتم الكومي كانت ازاي؟ حسب موقع فيتو، المهندس حاتم الكومي بدأ يظهر من سنتين، وده بعد ما ظهر في عدد من وسائل الإعلام للترويج لمشروعات مجموعته، واللي بدأت بمشروع إنتاج الطحالب الخضراء في منطقة الخطبة بالمنوفية. وحسب موقع المجموعة، الشركة فعلا بدأت تضخ استثمارات في إنتاج الطحالب وتصنيع 9 منتجات صحية عالية الجودة. دي كمان عملت اتفاقية مع خبراء صناعة الطحالب في بولندا للمنافسة في الأسواق الأوروبية عن طريق تسويق المنتجات المصرية من الطحالب في كل أسواق أوروبا، خصوصا في السوق الألماني واللي بيتهافت على منتجات الطحالب. كمان اشتغل في المزارع السمكية وأطلق شركة للإنتاج السمك، ودي مختصة بإنشاء المزارع السمكية في الصحراء، وبدأت فعلا إنها تشتغل في استزراع الجمبري الماليزي المعروف بجمبري المياه العذبة، بجانب استزراع أصناف تانية من الأسماك والقطعيات الجديدة على السوق والبيئة المصرية. ونفذت المجموعة بالفعل مشروع واحد الجمبري وده في مرسى مطروح. دلوقتي بقى قولي تعرف ايه تاني عن حاتم الكومي؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.